أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون صدق الله العظيم.